وادي الشيش طاووق بعد ما شويناه، تتبيله اقسم بالله العظيم ثلاثه في منتهى الجمال، مش هتبطلي تعمليها لو جربتيها. وادي الجوانح، وادي وادي الرقبه، وادي مكان ما خلينا الصدر، تتبيله اقسم بالله العظيم ثلاثه في منتهى الجمال، مش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنعمل شيش طاووق. شيش الطاووق ليه كذا طريقه، انا هعمل منهم الطريقه دي. عندنا المكونات: بصل، فلفل رومي مقطع مكعبات، ثوم، طماطم، فلفل احمر، بصله مبشوره، ثوم مدقوق، كاري، فلفل اسود، كمون، جنزبيل، كمون، عودين قرنفل مدقوق، ملح. والفراخ هو اللي بنعمله من الوراك بيبقى طري وحلو، بس انا عندي نص فرخه صدور فهعمله يمشي الدنيا، وعندي زبادي وعندي خل. يلا نبتدي على بركه الله. دلوقتي هنبتدي الزبادي على حسب الكميه اللي انت هتستعمليها. احنا هناخد بنص الفرخة كوباية ونص زبادي، وهنحط هنا بصلاية مبشورة ناعم، ونص راس ثوم كده، اربع فصوص خمس فصوص مدقوقين، وفلفل اسود، كمون، جنزبيل، حبهان مطحون، عضون قرنفل مدقوقين، ده كاري، والملح. ناخد بقى شوية خل ننزل بيهم بقية التوابل. ومستردة. نقلبهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبهم كويس. هي الاكله دي بتبقى حلوه قوي بالوراك وبالصدور. انا متوفر عندي الصدور. هنيجي نحط القطع، مقطعهم قطع، بصوا بقى بقيه نص الفرخه برضو هشويهم معاه، الجوانح ومكان ما انا مخليتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى تقلبي بايدك وتسيبيها بقى التتبيله دي، كل ما تسيبيها كل ما تبقى حلوه. لو عايزه تحطي معلقه مايونيز حطي. الشيش طاووق ليه كذا طريقة. وهنسيبها بقى، كل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما تبقى حلوة. مستعجلة عليها وعايزة تعمليها على طول اعملي، عايزة تعمليها بعد ساعتين بعد ثلاثة، عايزة تعمليها من بالليل وتاني يوم تعمليها، بتبقى جميلة او دي احسن حاجة يعني. وهنحط بطاطسية كده مقطعة مكعبات، ونحط شوية زيت ونقلبها كويس.
هنجيب الشواية ونشوي عليها وهي دي نازلة عشان السياخ ما يلزقوش. انا هشوي على الفحم، اللي عايزه تدخل الفرن او عايزه تعمل على الجريل برضو بيدي نتيجة حلوة. على جنب ونبدأ نحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هجيب كده اللي بسم الله. أول حاجة هناخد بصلاية، فص ثوم، طماطمايه، وهناخد نجيب الزيتون، بصلايه، فلفل اخضر، طماطمايه، هناخد حته فرخه، فص ثوم، هناخد بطاطساية، محطيناش بطاطس احنا، البطاطس بتبقى ناشفة شوية، خلي بالكوا عشان السيخ ميتكسرش. ادي سيخ، ناخد هنا الصلاية، هنا قرن فلفل حامي، بطاطسايه، ادي حته فرخه، نحط هنا بطاطسايه كمان، فص ثوم، فلفل اخضر حامي، اللي مش حابب الحامي ما يحطهوش. طماطمايه،
البيض دي. كده احنا حطينا الاسياخ، نقفل عليهم الشوايه واروح احضر بقى الفحم اللي حابه تشويها في الفرن. تدهن صينيه زيت وتدخلها الفرن، اللي حابه تعملها على الجريل تعملها برضو، بتديكي نتيجه حلوه. احنا كده ولعنا الفحم وهنحط بقى ايه الشيش طاووق. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي تهوى عليه كده لغاية ما يستوي وارجع لكم تاني. ودلوقتي الشيش طاووق خلص، اقسم بالله العظيم تلاتة تتبيلة في منتهى الجمال، جربيها ومش هتندمي. وما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.